وليه مفيش افلام مستعرضه يا استاذ عادل؟ لانه تكلفته اكتر من الفيلم العادي. تكلفته اكتر من الفيلم العادي بكتير. طب وهل ايراده بيختلف؟ يعني انت في تجربه كريستال ما كنتش خايف من الفكره دي؟ لا وخايف الحمد لله الفيلم نجح والحمد لله. فطبعا بالعكس يعني ما ندمتش على ان انت ورطت نفسك في عمل. بالعكس الناس كان عندها شغف بانهم يشوفوا شريهان والفيلم نجح والحمد لله. طيب يعني يمكن انا برضو مش محطه علاقتك بمدام شريهان مش محطه اقدر اتجاوزها كده. يعني مدام شريهان واضح ان هي كانت مختبره. انا بالنسبه لي اسمها شيري ما اسمهاش مدام شريهان. يعني بالنسبه لحضرتك هي صديقه شيري. شيري. انا بقول لحضرتك يعني مع طبعا كامل الاحترام والحب والتقدير ليها يعني يمكن هي كمان اتعرضت لمحنه تانية كبيره وقامت منها الحمد لله. هي قويه هي فايتر. هي شريهان بعشر رجالة اصلا. ان انت بتعمل فوازير اصلا انت بتعمل فوازير انت يعني تشتغل على الاقل 100 يوم او 120 يوم 24 ساعة. وخلي بالك بالرأس الرجلين ورمة والرجلين متعورة وانت بترقص ولازم بتمتع الناس. يعني ما بين اللقطة واللقطة انت بتحط رجليك في طشت في تلج وحاجات عشان في ورم في جروح في الرجلين في مشاكل رهيبة. هي يعني اصلا عندها مشاكل من الحادثة القديمة. وعشان كده انا كنت لما اشتغلت في فوازير بقى مع ايما وسيمة بقى مع الاستاذة لوسي كنت بعملها معاملة رقيقة جدا. يعني انت كنت عارف من يهزلها رجليها تجربه مدام شريان. جرده اللي بين اللقطه واللقطه بتحط في رجليها ما بين. طبعا دي حاجات كانت اساسيه بتتعمل. ما حاولتش تغريها بالعوده تاني كده في حاجه يعني هي طبعا شري؟ كان في مشروع ولم يكتمل. شري؟ جدا. انا جاهز في اي لحظه ان احنا نرجع بحاجه. هي نفسها انت ما اتكلمتش معاها في الموضوع؟ بنتكلم دايما ان هي وهي عايزه بس هي التردد بقى. لا بتعرض عليها حاجات. طبعا بتعرض عليها كل يوم. كل منتجين مصر عايزين شريهان. طب وهي ايه اللي مخليها متردده؟ المستوى اللي هي محتاجاه له. هي محتاجه عايزه لما ترجع تكون العوده بمستوى عالمي. يعني مش عايزه ترجع. عايز ترجع بمستوى استعراضي بمستوى عالمي. يعني عايز ترجع استعراض برودواي. مش مجرد ان هي عايزه ترجع دراما برودواي. مش عايزه ترجع تعمل استعراض. طب وهي يعني هي النهارده مدام شريهان انا طب بتكلم حضرتك على اعمال دراما او سينما. هي النهارده عايزه ترجع وترجع استعراض بكل هذا الجهد اللي بيتم في الاستعراض. عايزه بس مش بالمستوى المصري. عايزه انتاج ضخم بدرجه ضخم جدا. طب وهل في الظروف اللي احنا فيها دي حد ممكن يغامر؟ ما هي دي بقى درجه المغامره ايه. طب انت ما بتقولهاش ان يعني مش لازم استعراض ممكن ترجعي في دراما. هي ممثله عظيمه. لا هي عايز ترجع باستعراض. بعد كده بعد ما تعمل الاستعراض ممكن ترجع بدراما عاديه. بس بعد ما تعمل الاستعراض بعد ما تثبت لنفسها قبل اي حد ان هي احسن من زمان. بتتمرن يعني كل يوم الى يوم لغايه دلوقتي كل يوم بتتمرن وجيم وكل حاجه. استعدادا لهذا اليوم هي جاهزه. ده دي اخبار كويسه.